أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الأذان والإقامة واجبة على المرأة في بيتها؟ فلقد اختلط علينا الأمر بين واجب وغير واجب، وبما أن الصلاة ثاني أركان الإسلام وعماد الدين نحرص على إتمامها بأكمل وجه، وجزاكم الله خيرا. الأذان والإقامة خاصان بالرجال، أما المرأة فليس عليها أذان ولا إقامة، إنما تصلي بأذان المساجد وأذان المؤذنين الذين هم حولها. نعم.